السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم جيتكم بفلوق جديد وهو الزيارة لمدينة أكادير. درت واحد الجولة سياحية مدتها يومين فقط، مدينة أكادير مدينة جميلة، مدينة سياحية، وسكانها كيرحبوا بالسواح سواء المغاربة أو الأجانب. أكادير كتعجبني بزاف، ضروري نشوفها أو نمشي بها مرة في العام، ضروري ندير زيارة ولو زيارة قصيرة لهاد المدينة الساحلية، هاد المدينة السياحية. المهم بقاو معايا، ما تزابيوش حتى تكتشفوا معايا هاد الجولة السياحية لمدينة أكادير، وخصوصا الشاطئ ومارينا أكادير. هذا شارع محمد الخامس، في أوراش ديال في أشغال كيقادو الطرقان ولا معرفت الصرف الصحي ولا معرفت. المهم كاين تجهيزات في البنية التحتية لمدينة أكادير. مدينة أكادير كل عام كتغير على العام اللي سبق، وكتبان بحلة جديدة، عاطينها العناية كثيرة، والزائر ضروري كيلقى الراحة ديالو وكيستمتع بالبحر وكيستمتع بالتجوال
منظر البحر رائع رائع بزاف. أكادير مشهورة بالشاطئ ديالها اللي شاطئ رائع، وفي هذا الباساج هذا ما شاء الله متسع بزاف. ومن بعد الشاطئ كاين مارينا، كاين لي زوطيل، المطاعم، المقاهي. شاطئ رائع، انا صورت في الصباح، باقي الناس ما مازال ما جوش للبحر. حسن الاستقبال في جميع المرافق، مرافق السياحية من أكادير، التعامل والترحاب. بدات كتنتعش السياحة في مدينة أكادير وفي باقي المدن السياحية. مع
اللقاحية وللعائلات، وكتقدم خدمات ترفيهية، وكاين حتى اللي كيقدم أكلات أو مشروبات. المشروبات ضروري كتقدم في جميع البواخر، والأكل على حسب الطلب. كاين خارجات أو 45 دقيقة أو نص نهار على حسب الطلب وعلى حسب الرغبة ديال السائح. بعض المرات كتكون الباخرة راك زعما كيقتنع غير شخص واحد، من بعد كيفتحوا سياح آخرين، وملي كيدخلوا البحر كيوليو واحد الجو عائلي. الثمن تقريبا 100 درهم للشخص، كاين اللي كيطلب 100 درهم 150 درهم، الواحد كينيغوسي على حسب العرض والطلب. إذا كانوا الناس قلال راه ممكن 100 درهم. حنا ركبنا جوج أشخاص، قالنا جوج أشخاص 150 درهم، كانوا الناس قلال. قلت غادي يعطيك 100 درهم في الأول، ما قبلش، ولكن من بعد تراجع وقال لنا يلا توكل على الله. دخلنا درنا المهم درنا جولة سياحية داخل البحر، اكتشفنا بزاف الحاجات، كاين البواخر أنواع وأشكال مختلفة. كاين بواخر بريفي خاصة ما كيديروش الكرة، كاين اللي كيكون عنده الفلوس كيشري يخت تيحطو تما بحال حط طوموبيل في الباركين، ملي كيبغي يخرج بيه هو الأصدقاء ديالو ولا العائلة ديالو ولا كيخرج بيه، كيخلي غير لراسو ولعائلته ولا لصحابو. وكاين بواخر للكراء، المهم داكشي روعة روعة، داكشي طوب. المهم الحمد لله المغرب فيه مناطق عطا الله ما يتشاف، اي واحد ممكن يستمتع الى خرج شي سفر شي سياحة على حسب الاستطاعة ديالو وعلى حسب جيبو. عندك كتير كتصرف كتير، عندك قليل كتصرف قليل، والإنسان كيستمتع وكيبدل كيكسر داك الروتين وكيبعد عن الستريس.